انتشار الدبابات في الأحياء السكنية مستمر في المدن السورية التي تشهد تواصل التظاهرات ضد النظام حسبما أعلنت لجان التنسيق المحلية. وأطلقت المدفعية نيرانها على بعض المنازل في القصير ما أدى لتدميرها وإصابة أهلها الذين هجروها. وفي بابا عمرو وكفر عاية سمع إطلاق زخات من الأعيرة النارية، بينما طغت أصوات المدفعية في الرستن على غيرها من الأصوات إثر اقتحام الجيش مناطق المزارع وتمشيطها بحثا عن المنشقين. وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية اعتماد النظام الأسلوب الأمني في التعامل مع تظاهرات طلاب الجامعة في حلب الذين اعتصموا مطالبين قوات الأمن بالإفراج عن زملاء لهم اعتقلوا في تظاهرات يومي الاثنين والثلاثاء وإضراب الكرامة. وتؤكد مصادر داخل كلية الهندسة اعتقال 4 طلاب على الأقل واستخدام العنف لتفريق المتظاهرين. وفي حماة رصدت كاميرات الهواتف المحمولة للمعارضين مسلحين وصفوهم بأنهم شبيحة النظام، بينما اجتاحت قوات الجيش بلدة اليادودة. وشن الجيش حملة اعتقالات في درعا وسمع إطلاق نار عنيف قرب خربة غزالة ودوي انفجارات في مناطق متفرقة حسبما أفادت مصادر المعارضة. وخرجت مظاهرات لمعارضين في درباسية يطالبون بإسقاط النظام، وبرزت مشاركة الأكراد في المظاهرات من خلال رفع الأعلام الكردية، فيما رفع المتظاهرون في زملكة أعلام الثورة السورية وجابوا المدينة في مسيرات تنديد بالقمع المستمر للثوار في حمص ودرعا. كما رصدت طائرات حربية تحلق فوق مناطق المحتجين في عربين، واستمر تشييع ضحايا سقطوا برصاص الأمن ونتيجة التعذيب في عدة مدن حسبما أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية. وتواصل تسريب مقاطع الفيديو المسجلة من قبل ضباط وأفراد من المنشقين عن الجيش السوري والمنضمين للثوار. مازن أمان، العربية.